السلام عليكم يا جماعة، أنا أحمد من مصر. طبعا أنا لسه برضو مبتدئ، أنا مش محترف ولا أي حاجة، بس عشان يعني محدش يسألني أسئلة تقنية قوي، بس أنا دي حاجة أنا عرفتها فقلت أفيدكم. إزاي نوصل في محركات بحث إيباي إن احنا نبقى رقم واحد؟ عندنا حاجة اسمها إيباي سكور. إيباي بيدي لكل واحد سكور بناء على كذا حاجة، زي الصور بتاعتك، العنوان بتاعك، السعر، طبعا الخدمات اللي بتقدمها. احنا تقريبا بنعمل حاجتين، اللي هو السعر والخدمات، بس الصور والعنوان مش بنعمل فيهم حاجة. في العنوان استاذ رامي عزت شرح في الدرس الاخير، طبعا ما فيش فيه كلام، بس موضوع الصور ده حاجة برضو مهمة جدا حابب اكلمكم فيها. نبدأ بالعنوان، حاجة سهلة اوي. عندنا احنا سلعة، جبت انا مثلا سلعة اهو، دي لعبة كلاب لان انا بحب الكلاب بصراحة. اهي هنيجي كده، طبعا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كده اسم السلعة كوبي فان بيست وخلاص، خلصت على كده. بس انا طبعا بنختار، لازم نختار طبعا اكتر حاجة تكون يعني اكتر كاتيجوري مناسب، يعني ما ينفعش نحط خالص في الاذرز. طبعا دي لعبة كلاب، لعب اهي اهي، وكلاب اهي، خلاص يبقى اهي خلاص كده كده احنا اخترنا الكاتيجوري، مفيش فيها مشكلة خطوة يعني ملهاش لازمة. كونديشن اكيد جديد. نيجي بقى هنا نكتب ايه؟ كونج، ناخد دي كده كوبي، نروح على موقع اسمه تايتل بيلدر. تايتل بيلدر ده حاجة بيبني بيها عناوين، بيجيب لك اكتر كلمات بيتم البحث عليها في مواقع ايه، ادوات يونايتد ستيتس. طبعا احنا معظم شغلنا على يونايتد ستيتس، فهنشتغل عليها. كونج دكتور، لازم الكلمات تكون من 2 لـ4، مينفعش كلمة واحدة عشان ما تجيبش ايه كذا مصطلح. خلاص عندنا كلمة توي بيتعمل عليها سيرش كتير. انتراكتيف دي بيتعمل، طبعا مش عارف كلمة انتراكتيف اهو على جوجل ترانزليت، بس متفاعل خلاص. يبقى مثلا كلاسيك، طبعا كونج موجودة هنا، كونج ماشي خلاص. يبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ نشيل الكونج دي، فاهم؟ كلاسيك انتر اكتيف دكتور، كلاسيك انت يعني لعبة متفاعلة مع الكلب بمعنى أصح، تمام. بول، لا هي مش بول طبعا، لازم يبقى الكلام يعني ايه مناسب. بيت كامو، مش عارف يعني ايه كامو دي، بس هي بتعمل عليها سيرش كتير. بابي طبعا لما نشوف يعني ايه كامو دي، ممكن تبقى كلمة مهمة عندنا، خدها. بس كامو المموهة، لأ مش مموهة، سلعة عادية خالص. بابي ماشي، ممكن ناخد دي ترين، ترين يور بيت مثلا، أو ترين يور بابي، فاهم؟ يبقى نيجي هنا كده ترين يور بيت، ترين يور بيت، جميل كده. لسه معانا كام حرف؟ لسه معانا 33 حرف كاملين اهو. انا ليه كل شوية اجيب الفيس؟ مش عارف. خلاص نفتح بعد كده ايه عندنا، ايه نشوف ايه تاني هنا ممكن يتاخد. هي بابي معانا كلمة حلوة، اتش دي معناها قلب. لا اللعبة بتاعتنا مش ان انت ترميها وهو يجيبها يعني، لا دي زي عضادة كده حاجة. طيب يبقى احنا هنشوف ايه هي بابي دي، عايزين ناخدها خلاص اكيد. نشيل كلمة كونج دي، ندوس توك توي بس لوحدها. نجيب ايه بقى؟ ممكن تبقى تريننج بابي، هما الكلمتين دول مع بعض، فاهم؟ training بابي يعني بدل train your pet اللي احنا عاملينها هنا، تبقى training pet. ومثلا treating اللي هي مكافأة، مثلا treating
تري ايه فيزنج؟ لأ ليه؟ ممكن رابر. دي رابر هي من الكاوتش فعلا، هي من الكاوتش شكلها كده، ولا بلاستيك؟ المفروض برضو نبص في الايتم ديسكريبشن، لازم نفهم المنتج بتاعنا قبل ما ايه ما نعمله. تشيونج دي ممكن نكتب تشيونج دي معانا اهي، الكلمة دي موجودة، نحطها في ايه، نحطها في العنوان، نعمل كده مسافة تشيونج و ايه تاني، وممكن نعمل برضو بابي. في بقى كلمات عندنا بتبقى مهمة جدا، كلمة زي كلمة نيو، كلمة زي كلمة نيو أو يعني مثلا كلمة نيو في الأول كابيتال كده، نيو كونج كلاسيك. كلمة نيو دي من الحاجات اللي بتخليك تتصدر جامد جدا، يعني في ناس بتدخل، يعني بيبقى في أكيد ناس عارضة مستعمل، لا احنا داخلين نعرض الجديد خلاص. يبقى احنا عندنا نيو كينج كلاسيك انتراكتيف، طيب يسجل اه كلاسيك انتراكتيف توك توي تريننج بيت تشيوينج بابي. ممكن لسه عندنا 15 حرف، ممكن نستغلهم مثلا ازاي؟ احنا خدنا بابي، خدنا تريننج، خدنا تشي، دي خليها تشي يعني اصلا مش عارف بصراحة، نشوف معناها عشان ما نعكش في البتاع. تشيونج ماشي، تشيونج موجودة عندنا هنا وموجودة في البتاع دي، في بتاع موجود الاسم بتاعها مش بالاي ان جي، بس مش هتفرق يعني كده كده ده جزء من ده. ممكن نستغلها ازاي؟ تشيونج تريننج بابي اور عموما ادينا يعني عرفنا خلاص موضوع التايتل بيلد، هبقى اسيب ان شاء الله العنوان بتاعه في البتاع. ممكن ناخد الكلمتين دول create training، create دي يعني ايه؟ دي موجودة عندنا في البتاع قفص، لا ممكن create playing مثلا، يعني ان هي لعبة، لعبة قفص تمام، لعبة يلعب بيها في القفص مثلا. يبقى بنعمل كده مسافة create playing دكتور interactive دكتور. جميل كده احنا خلصنا موضوع العنوان. العنصر رقم واحد. عنصر رقم اتنين بقى الصور. طبعا احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل كده كده مثلا اهو اهي، open a new tab save image as. دي الطريقة ناس كتير شغالين بيها. شايفين انتوا بقى الرقم ده؟ الرقم ده متسجل ان ده المصنع بتاعه، يعني الصورة دي من المصنع. اي شاشة اي حاجة خلفيتها بيضة اعرف ان الرقم اللي بينزل معاه ده مش رقم كده عشوائي، لا ده الرقم اللي هو المصنع بيعمله. تمام يا جماعة نكمل، معلش كنت موقف الفيديو بس كنت بعمل حاجة. دلوقتي جينا ايه، احنا وصلنا الحتة دي، قلنا ان هنا بيكون في الرقم ده بيبقى خارج من المصنع عشان الخلفية بتاعته بيضة، يعني دي حاجة قاعدة ثابتة نعرفها كده، يعني لو معلومة جديدة اكتبها بقى احفظها اي حاجة. الرقم ده بيبقى خارج من المصنع، ونفس الرقم ده بيبقى موجود في الصورة، بمعنى ان انت ممكن عادي يقول خلاص انا هغير الاسم ده واخليها اي اسم وخلاص، ما اقول له ماشي دي بتساعد بس مش بتساعد قوي، يعني زي ما تقول 50%. الجزء الطريقة الصح بقى ان انت تاخد بيها الصورة، اول حاجة تفتحها كده بالشكل الكامل ده تمام، هتيجي تفتح السنيبنج تول، لو مش عارفها خش افتح افتح لو انت ويندوز، ده ويندوز 10، لو انت ويندوز 8 ولا اي حاجة اكتب سنيبنج تول تلاقيها فتح سنيب اهي سنيبنج تول تمام. هتيجي هنا تعمل نيو، تاخد الصورة كده اهي كده خدنا الصورة. لما تيجي تعمل لها سيف بقى
خلاص الصورة دي ملهاش أي حاجة خالص، ملهاش أي اسم، ملهاش اسم مصنع، ملهاش اسم يعني خلاص دي صورة أنت كده كده كأنك أنت لسه عاملها. طيب لما نيجي نسيفها بقى، سيفها كده وخلاص. لو بس نعمل لها فولدر دوك توي عشان ما تتوهش مني، ما ندهاش اي اسامي عشوائية وخلاص. لا دلوقتي احنا عندنا اسمها ايه، او سميناها ايه بمعنى صح، سميناها كلاسيك انتراكتيف دوك توي تريننج بيت تشيوينج بوبي كريت بلاي. طيب يبقى هنيجي هنا ساعة الاسامي، فين فتح هنا اهي، هنيجي نكتب ايه، كونج ما تعمل داش كده، ده اللي هو ده اللي هو بيبقى في الرقم اللي بعد صفر اللي عند الاندر سكور، كونج دوج توي. حد يسألني طب ليه بعمل كده وليه بحط كده، اقول لك لان الاي باي نفسه لما بيجي يعمل سكورنج لحد هو ما بيشوفش صور، ما بيشوفش المنتج نفسه، هو بيشوف اسم، بيشوف يعني بيشوف الحقوق اللي موجودة على الصورة دي. لو موجودة قبل كده يبقى ده مش يعني يبقى انت مش اول واحد يبيع المنتج ده، بس لما انت تبقى كده يجي انت بقى لما حد يجي يدخل يعمل سيرش على يكتب كونج دوج توي، مين رقم واحد ممكن يطلع؟ اكيد انت يعني، ما خلاص انت واحد عنده الصورة بتاعتك بتقول كده وموجود في ال موجود في الديسكريبشن بتاعك ان انت كاتب دوج توي، فاهم؟ دوج كونج دوج توي، هو هيعمل سيرش على كونج دوج توي، هيلاقي في الديسكريبشن كونج دوج توي، في التايتل كونج دوج توي، في الصور كونج دوج توي، مع سعر كويس، مع خدمات كويسة زي فري شيبينج وزي الريتيرنينج بوليسي زي وزي، خلاص يبقى انت اكيد هتبقى اهم واحد هو يديك سكور يعني بالعقل كده، مش محتاجة فلسفة، فاهم؟ اهو هنيجي هنا كده كونج دوج توي نعمل لها سيف. جينا مثلا الصورة التانية، تمام، ما نسمهاش نفس الاسم، خدناها برضو بالسنيبنج اهو نيو، ما نسمهاش نفس الاسم يعني ما نسمهاش برضو كونج دوك توي، نخليها حاجة بيتعمل عليها سيرش، حاجة من الحاجات اللي احنا جبناها، زي احنا جبنا هنا ايه كلاسيك انتراكتيف دوك توي. خلاص يبقى هنعمل كده كوبي، تعالى هنا في السنيبنج تول سيف، وطبعا هي كل مرة جالنا كابش نعمل بيست هنا، نحط بس مسافات، مسافة هي مسافات قصدي، نحط داش سوري كلاسيك انتراكتيف دوج توي. جميل، هنقضيها بقى كده في الايه في الصور كلها. طبعا احنا عارفين ان اقل حاجة صورتين. طب واحد يقول لي لو انا منتج على امازون صورة واحدة، هقول لك هتنفعك الموضوع بتاع السنيبنج ده، ممكن تاخد الصورة وتاخد نفس الصورة بشكل أقل، فاهم؟ يعني تاخد الصورة وتاخد الصورة بشكل أقل. ده كده الصورة والعنوان، طبعا أهو خلاص كده التايتل أهو خلاص، العنوان بتاعنا اخترناه فينيش، طبعا أهو بص قالك الفوتو كواليتي ايشوز. جميل، أنا قاصد أصلا أعمل كده. طب ده هنعمل ايه بقى؟ خلاص هنيجي هنا اهو برضو السنيبنج تول بتاعتنا، مش هنروح بعيد، هو بيقول لي ان الصورة صغيرة، عيني انا هعمل ايه، اكبرها لك يا حبيبي. بس كده عرفنا ليه السنيبنج تول مهمة، ان مش الصورة اللي بتتحكم فينا، احنا اللي بنتحكم الصورة عايزينها كبيرة ولا صغيرة. نعمل لها بتاع سيف كونج دكتور، نعمل ريبليس سيف ريبليس، طبعا احنا مش عايزين قديمة، نزل علينا الفوتو اهو، خليها هنا مثلا في الاول اهو سيف اهو. شفتوا بقى اللي حصل، احنا اللي بنتحكم. اليو بي سي طبعا طبعا عارفين نجيبه ازاي، البراند طبعا عارفين نجيبه ازاي، كل الكلام ده طبعا كل ما تملى الحاجات دي يبقى افضل. الموديل نمبر هنيجي هنا نشوف فين الموديل نمبر، موديل نمبر ده الاي اس اي ان اهو،
item model number T1. خلاص يبقى هنيجي هنعمل T1 ونحط في الام بي ان اللي الناس كتير ما كانتش عارفاه، نحط برضو T1. كل ما بتملح يعني كل الحاجات دي ما نكترها كل ما يبقى الموضوع افضل. يعني يا ريت يا ريت نملى كل ده، ما نعملش لاي حاجه ريموف. ماتيريال، حاول تعرف الماتيريال، اللي حتى لو دخلت على امازون مثلا على نفس السلعه بس من بايع تاني، او دخلت على اي بي نفس السلعه من بايع تاني، اعرف الماتيريال نفسها. مش تفرق، مش هيقول لك ايميلك عشان جبت الماتيريال يعني منه، دي ماتيريال ثابته في اي حته. نيجي بقى للديسكريبشن. ديسكريبشن طبعا احنا خلاص كده كده بناخده كوبي بيست، مش هقول لكم نقعد نكتب ديسكريبشن كامل. اهم حاجه بس في الديسكريبشن ما يبقى يعني هو مثلا كوبي اهو ديسكريبشن اهو بيست كده. ده لونه ايه؟ ده لونه برتقاني. ده لونه ايه؟ دي هنا في غلطه، كل ده حاجات تقلل معاك. لا خلاص، يبقى هنيجي هنا نعمل ايه؟ ده هنا جو بريكس، لا خلاص جو روبكس، نعمل كده روبكس اصلا روبكس. نشوف معنى الكلمة دي، ممكن تكون جور استنى طيب شور اند جور، ممكن نشيل الكلمة دي طالما فيها غلط، وممكن نشوف ايه الصح بتاعها. ممكن جو روبنز مثلا، نشوف يعني ايه روبنز، حنق الكلام الغريب ده. ممكن نشيل الكلمة دي مش لازم، طالما فيها غلطة مش عارفين نصلحها خلاص مش مهم، شيل اي غلطات املائية طبعا. مهم بقى ده هنا عندنا كلام لونه رمادي بولد، عندنا كلام اسود، عندنا كلام برتقاني، لا لازم يبقى كله لون واحد. برضو بتاخد عليها يعني بتاخد عليها برضو سكور حلو ان كلامك لون واحد واسلوبك سهل. مثلا هتعمله كله بولد، خلاص يبقى كله بولد، بس اهم حاجه اللون الواحد دي. نيجي كده نختار نكبر الخط شويه مثلا 12، خلاص كده معانا برودكت ديسكريبشن كويس. طبعا الشيبنج بوليسي والسعر، السعر ممكن بالمره بما اننا سجلنا فيديو، في حاجه هنا عندنا كويسه جدا اسمها كالكوليتر، برضه هبقى احط لكم ايه مع احط لكم هنا الكالكوليتر ده. لا استني ثواني، كالكوليتر اهو، نيجي هنا كالكوليتر. ده حاجه بقى للناس اللي مش عارفه تحسب الحسبه. طبعا احنا كمصريين بيبقى عندنا 6.5، يعني عندنا هنا تبقى البيبل ترانزاكشن فيه 6.5، هنيجي هنا نخليها كاستم 6.5. جميل جميل، طبعا بنشتغل فيكسد برايس، السعر اللي بنبيع بيه هنا عند بين برايس. مثلا هي الحاجة دي سعرها كام؟ سعرها كام على أمازون؟ سعرها 9.25، 9.15. ده هنا الكوست، الايتم كوست اهو، تكلفة 9.15. جميل، تخليها 9.5. حاول وانت بتعمل دراسات الجدوى زود تكلفتك شوية. البين برايس ممكن مثلا تبقى 9.5، لو قلنا ان احنا هنبيعها على، شوف طبعا السعر اللي بيبقى متداول في اي باي، وما تحطش ارخص، يعني مش حاجة بخمسة وانا نازل بيعها باربعة، واللي بعدي يبيع بتلاتة، واللي بعدي هيبيع باتنين، واللي بعدي هيبيع بواحد، لحد ما حد هنقع كلنا. حاجة بخمسة موجودة عندك بخمسة، موجودة باربعة، حط سعر تنافسي، سعر السوق بمعنى أصح، يعني حاجة بخمسة وحاجة باربعة، حط انت اربعة وربع بس، او حط مثلا اربعة ونص وقدم خدمات احسن من اللي بيقدمها بتاع اربعة. يعني احنا ممكن نعمل اربعة ونص وفري شيبنج، ممكن اربعة ده وعليه دولار شيبنج، تبقى ماشية كده. ما تحطش بس اللي هو الاربعة وبس خلاص كده، اللي هو او مثلا تنزل اقل منه تقول ايه ده هو بيعمل بره خلاص اما انا هعمل بتلاتة، هو يعني غلط كفاية. ما اعرفش بقى، ممكن كاول بيع ممكن ماشي يعني مسموح، بس بعد كده حاول تحط سعر تنافسي، يعني حاول تحط لنفسك
40% مثلا، يعني انت 40% احنا تضرب في 1.4، لما نيجي نضرب 9.5 في 1.4 هيدينا 13 دولار وتلاتين قرش أو 30 سنت، سوري. خلاص يبقى احنا عندنا نت بروفيت دولار ونص. حلو جدا كده، حاجة انا جايبها ب9.5 بعتها ب13. طب انا واحد عايز، يعني عايز اقلل شوية، حاسس انك 13 الناس بتبيع اقل مني، خلاص بيع مثلا ب12.5. ايه ده 12.5؟ 12.5 تلاقي لك اقل من دولار، قليل جدا بصراحة يعني، عشان بس ماشي يعني نمشيها كده. ادي هنا عندك العمولة 16.5 اهي، بعت انت ب12.5 سعر البيع اهو، خدوا منك التكلفة كلها، بقت مكلفك كام، يبقى انت طالع كسبان كده. خلاص ده الآلة. طبعا نراجع كده بسرعة، ادي تايتل بيلدر اوي بنستخدمه، يو بي سي طبعا بنجيبه صح، لازم نملى، لازم نملى البيانات كلها، ما نسيبش اي بيانات. الحاجات هنا تبقى لون واحد، كل ما تحط معلومات كل ما يبقى افضل، نحاول كل ما تعمل سبيسيفيكيشن على المنتج بتاعك كل ما يظهر في السيرش اكتر. الصور السنيبنج تول مش بسيف ايمج اس، لازم تبقى الصورة في الحجم الكبير بتاعها اللي هو كده اللي هو ده، وتاخدها بالسنيبنج تول من هنا لهنا كده بس، وشكرا كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله، انا عن نفسي مجربها في منتج الحمد لله، انا واصل رقم واحد يعني الحمد لله. بس هو منتج لسه ما باعش، لسه حاطه امبارح، بس انا كل ما بعمل سيرش على الحاجة دي انا بلاقي منتجي رقم واحد، رغم انه مكتوب جنبه في الجزء ده بيبقى مكتوب جنبه نيو ليستنج. حتى لو جينا جربنا مثلا، جينا في البيت سبلايز هنا دوجز فود تريتس مش عارف ايه، جينا في الفود مثلا زبد، بس فكرتي ان الناس بتقول ان السعر هو رقم واحد. طيب ده رقمه كام؟ ولا ده امازون، سوري. ادي اي بي اهو، جينا مثلا دوج توي، جميل. بص اول حاجة ظهرت ايه اهو، ايه الكلام اللي هو جايبه؟ بص بص بص، اول واحد الكلمة اللي انا لسه قايلها حالا، نيو نيو بيت دوج توي، قلنا ان كلمة نيو دي من الكلمات المهمة جدا. خد كلمة ايه؟ خد كلمة شو، خد كلمة بابي اللي احنا خدناها، خد كلمة ايه، مفيش تاني خد ده مثلا اهو، ده كلاسيك كذا، معانا كلمة كلاسيك ومعانا كلمة كونج ورابر، احنا مش حاطين رابر دي، احنا ما قلناش الخامة بتاعتها، بس لو انت عارف الخامة اكتبها يعني زي ده كده. بص ده كده، ده من 8 ل 17 معدي اللي من 95 لكده، فاهم؟ وده فري انترناشونال شيبينج، ده كمان ممكن يبقى حاطط شيبينج، بس ليه؟ ده هتلاقيه من جوه الدنيا عنده منظمة، حاطط مقاسات اهو، كاتب المقاسات بتاعته كمان في العنوان. درس معلش طول شوية بس هو فعلا مفيد. بس كده خلاص، شكرا يا جماعة.